من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية وفي إطار حرصها على دعم الأطفال الأيتام، شاركت الوزارة هؤلاء الأطفال احتفال بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لهم للمواقع الشرطية وتوجيه مأموريات إلى دور رعاية الأيتام وتوزيع الهدايا على نزلاء هذه الدور والكشف الطبي عليهم. الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام يتم الاحتفال بيوم اليتيم، والذي يعكس مدى الدعم والمساندة التي يقدمها المجتمع لهم. وتحرص وزارة الداخلية ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية على الاحتفاء بهذه المناسبة. أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. تنوعت الاحتفالات التي نظمتها وزارة الداخلية للأيتام، فقد استقبلت الإدارة العامة للمرور عدداً من أطفال ذوي رعاية الأيتام، وتم توزيع هدايا وكتيبات إرشادية وتنظيم محاضرات عن قواعد وآداب المرور. عندي أمل فيكم وبيكم نبني عزيمة وعمل. كما أقامت لهم الإدارة المدينة المرورية للأطفال، والتي تعتبر نموذج مصغر للشوارع والميادين والسيارات، تعرفوا من خلالها على القواعد المرورية الواجب اتباعها. احنا كنا في الإدارة العامة للمرور وقعدوا الضباط يشرحوا لنا ازاي نعدي الشارع ويعلمونا السواقة. نحب نشكر الضباط عشان هم بسطونا ولعبوا معانا كتير قوي، لعبونا بالعربيات. كان يوم جميل ولعبنا بالعربيات وتعلمنا السواقة وكمان خدنا هدايا. بشكر الضباط النهاردة عشان هم كانوا معانا في اليوم الجميل ده. أنا وجودي طريق للخير في كل زمان، أنا بطولة ومش محتاج. وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية للأطفال الأيتام، فقد قام قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بتنظيم زيارات إلى دور رعاية الأيتام، وكذا دور رعاية الأيتام من ذوي الهمم، حيث تم الاحتفاء بهم وتوزيع هدايا عينية عليهم أدخلت الفرحة والبهجة في نفوسهم وأكدت مدى الاهتمام بهم والرعاية المقدمة لهم. الزيارة دي بتفرق كتير مع الأطفال، هم بيزوروا الأطفال وبيشوفوا الأطفال وبيحسسونا قد إيه هم موجودين معانا طول الوقت وبيساعدونا على رعاية الأطفال. وطبعاً بنقدم كل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بذوي الهمم. أبنائنا سعيدة اليوم بالزيارة ديت، ودايماً وزارة الداخلية على طول الزيارات دي دائمة معانا. مبسوط عشان الضباط اللي هم جم ودونا هدية، والمفروض إن إحنا نقول لهم شكر. في هذه الزيارات تم استحاب قوافل طبية للكشف الطبي على نزلاء هذه الدور من الأيتام وتقديم الرعاية الصحية الملائمة لهم مع صرف الأدوية اللازمة. النهاردة الضباط جيهم هم والدكاترة وكشفوا علينا ولعبوا معانا وجابولنا هدايا ولعب. احنا اتبسطنا كتير معاهم واحنا بنحبهم جدا جدا. شكرا للضباط جيهم ولعبوا معانا واحنا اتبسطنا قوي. كما قامت مديريات الأمن بالاحتفاء بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لدور رعاية الأيتام واستقبال نزلاء هذه الدور من الأيتام بالمواقع الشرطية المختلفة وتقديم هدايا لهم. دعم وزارة الداخلية للأطفال الأيتام دعم متواصل على مدار العام من خلال الزيارات لدور رعايتهم وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، فهو دعم يجسد أسمى معاني التكافل والتراحم.